يجي رجل من الناحية الثقافية صفر، مو متعلم أو متعلم بصورة جدا سطحية اللي احنا نسميها بالمرحلة الابتدائية مشكل، وعندما يريد أن يتزوج أو يقترن بامرأة يروحون يدورون على فتاة جامعية أو على فتاة مثقفة، مو من أجل أن هذه المثقفة بثقافتها وبتوجهها وبعلمها وبمعرفتها يمكن أنها تنشئ كيان أسري صحيح، لا، إنما يهدف تحسين مستوى دخل الفرد بل دخل الأسرة بارتباطه بمن تعلوه في المقام وفي المنصب الوظيفي حتى يكون راتبها العالي تساعد به راتب الزوج الشنو المتدني. يعني صارت القضية شنو؟ صارت القضية لا يهدف من وراء هذا النوع من الزواج الاستقرار بما هو في واقعه نوع من أنواع الاستغلال لكن بطريقة أخرى. زين، هل تعتقد إن لمن يقبل الزوج والزوجة على مسألة بداية حياتهم بهذه الصورة الغير متكافئة اللي يقصد من وراها الرجل استغلال المرأة وراتبها، تعتقد بأنه الحياة راح تستقر؟ الحياة يمكن فرض رسوم متكافئة فيها؟ أبداً.